أربعيني يقتل والدته باستعمال آلة حادة على خلفية خلافات عائلية. إليكم التفاصيل. استفاق أهالي منطقة بودرياس من معتمدية فوسانة التابعة لولاية القصرين صبيحة يوم الجمعة المنقضي على وقع جريمة قتل مروعة. والصادم في الأمر أن الجاني هو الابن في العقد الرابع من العمر، عمد إثر نشوب خلاف بينه وبين والدته إلى التقاط مسحات كان يستخدمها في أعماله الفلاحية، وسدد لها ضربة قاتلة على مستوى الرأس ما تسبب في وفاة الأم. ووفق ما أكده الناطق الرسمي باسم محاكم القصرين رياض النويبي في تصريح للأعلام المحلي، فإن المعطيات الأولية تفيد أن الجريمة وقعت إثر خلافات عائلية، وكان قاضي التحقيق قد أذن بالتحفظ على المتهم المشتبه به في عملية قتل العبد، في حين لا تزال الأبحاث متواصلة للكشف عن ملابسات هذه الواقعة. وتزامنا مع تصاعد وتيرة الجرائم المرتكبة في حق المرأة، دعت جمعية أصوات نساء وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف يوم أمس في بيان مشترك إلى اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة جريمة العنف وقتل النساء، والتصدي لخطاب الكراهية والتحريض ضدهن، وتعزيز القوانين الرادعة لهذه الجرائم، مؤكدتين أن عدد جرائم قتل النساء منذ بداية العام الجاري وإلى غاية التاسع أوت الحالي بلغ 13 جريمة.